أهلا وسهلا. أهلين والله. في شي مضايقك فخرية؟ سؤال مهم وبدي جوابه بصراحة. وشو هو بقى؟ قول علاء. هلأ أنت عن جد البنات اللي كانوا بالحفلة صاحباتك؟ يعني بدي صاحب الكل؟ مو واحدة لحالة وبس؟ أنا ما بعرف، بس أخدين مش عليك كتير. لا فخرية، مجرد رفقات بس. إذا بتحبي بعطيكي أرقام تليفوناته، دقي اسألي. شبك، هو مجرد سؤال. كيفكن؟ فخرية؟ نريمان مو جاي اليوم لهون؟ حكت من شوي على التليفون عاصف، عنده شغل مهم. مرحبا يا أولاد. أهلا وسهلا فيك عمي فايز. أهلا وسهلا عمي فايز. عاصي لو سمحت، إذا فاضي شوي أبني، ممكن نحكي شوي مع بعض؟ طبعا، منفوت على مكتبي، تفضل. هاد أبوه لناريمان؟ أي سيدي هاد، يعني بيكون عارف إنه ناريمان عم تشتغل هون ومتضايق من هاي الشغلة؟